مدينة الرستان 16/5/2013 هاهم أطفالنا يتعرضون للكيماوي أو ما نعرف هي المادة حتى الآن، فالأطباء يقومون بتحليل المادة والأطفال الذين أصيبوا بهذه المادة. حمزة الرز، شيماء الرز، رؤى الرز، أحمد الرز، شامل الرز، إنهم في مدينة الرستان تعرض منزلهم للقصف وتعرضوا لرائحة القذائف، فحتى هذا التاريخ هذه اللحظة ما نعرف هذه المادة التي تم التسمم بها ولا الأطباء يقوم بتحليلها. لكن المصاب الأكبر ما هذا الصمت الدولي على الكيماوي؟ أولا أسأل أين هو الخط الأحمر الذي يقوم يتكلم عن أوباما وغيره؟ فلينظر جميع العالم ماذا يحصل بأطفال سوريا إن لم يموتوا بالقصف والرصاص، يموتون بالكيماوي والمواد السامة. وهذا والدهم أيضا، والدهم شريف الرز أيضا تعرض لرائحة هذه المادة. انظروا ازدحام مشفى الميداني من المتسممين من هذه المادة، انظروا الأطفال للزهور. في الميدان في مدينة الرستان، لو تحدثنا أخي ما هو المواد أو حللتوها أو نطقم تحليلها أو ليس لديكم معدات في الأساس لتحليل هذه المادة ألا تعرض بها الأطفال للتسمم؟ أولا لا توجد لدينا معدات أو مواد تحليلية لتحليل هذه المواد الكيماوية، تحتاج إلى مخابر عالمية، ولكن على الأغلب هي مادة الفوسفور. كما ترون يا صاحبين الخطوط الحمر أنها مادة الفسفور الذي تقتل أطفالنا وصغارنا وكبارنا. كما قلنا لكم إن لم يموتوا بالرصاص أو القصف نموت بالكيماوي الذي يدعي بالشعر ويقول أنه لا يقصف الكيماوي، إنما هذا عبارة عن نظام مجرم قاتل للأطفال. فانظروا شيماء ورؤى وحمزة وشامل وأحمد ما ذنبهما ليتعرضوا لقصف بالكيماوي. مشان اسمهم رجعونا اسم
نعم، 5 أطفال وولدهم تعرضوا للتسمم بمواد كيماوية خرجت من قذائف النظام الغاشم، نظام بشار الأسد وشبيحته، من القذائف التي تطلق من كتيبة الهندسة التي تقع شمال المدينة. هذا والدهم أيضا شريف الرز، هي عائلة تألف من أهل الرز.